شكرا للزميل صالح بن حسن. كرم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 25 من علمائه الذين صنفوا ضمن قائمة جامعة ستانفورد 2% من العلماء والباحثين الأعلى استشهادا بأبحاثهم المنشورة في مختلف التخصصات خلال عامي 2021-2022. الزميل مساعد بن خضير ينقل لنا الصورة والمشهد والموقف بشكل أكثر احتفاء. طبعا بالتأكيد التكريم دائما يعني الشيء الكثير، يعني لي كأحد أبناء هذا الوطن الكثير، لأنه أنا فقط ممثل يعني مواطن جد واجتهد بدعم كبير من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لتحقيق إنجازات، وأنا سعيد جدا لأن هذا فخر لنا جميعا، وأحب أنتهز الفرصة لأهني زملائي المكرمين أيضا ولزملائنا المتفوقين في داخل الوطن الكبير سواء في مجال الطب أو في المجالات الأخرى. نحن نعيش وقت عظيم الحقيقة بالإنجازات الكبيرة للوطن الغالي، فشعوري كبير، يعني شعوري يبدأ من الشعور الخاص لكنه ينتشر حول الوطن للإنجازات الكبيرة اللي تحصل هذه الأيام. هذا التكريم يعني عني كثير بالنسبة لي لأن سببين. السبب الأول أن أبحاثي وجهدي وتعبي اللي خلال السنين كلها أنه يعني يطلع للنور ويعرف في الغرب ويعرف انترناشنال، مو في الغرب انترناشنال، معناه انه يقرون ابحاثي اوكي، وكمان يشهدون ايش يسمونها بالعربي ريفرنسد، او يعني يستشهدون فيها في ابحاثهم، او يستعملون مثلا طبيعه بحثي يستندون عليه بابحاث مستقبليه. فهذا بالنسبة لي إن بحثي أصبح مميز أو معروف انترناشنال، هذا شيء مهم بالنسبة لي. الشيء الثاني واللي أنا دائما بالمرة فخورة فيه وكثيرين من يجون يسألوني إني أبحاثي 100% سعودية، شايف؟ يعني هذه اللي أخذت عليها لا فيها كولابوريشن عالمي، لا إني أنا مشتغلة مع ناس مع برا، 100% سعودية في التخصصي أو برا التخصصي بالمستشفيات، ولا وبطاقم اللي هو سعوديين ومنهم مو هم سعوديين بس يكونون جزء من المستشفى.